عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا يوم أمس مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بالمقر الرئاسي بمدينة سوتشي الروسية. فلدى وصول جلالة الملك المفدى إلى المقر الرئاسي كان في الاستقبال فخامة الرئيس فلاديمير بوتين الذي رحب بجلالة الملك المفدى، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة ومجالات التعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المزيد من تطلعات شعبيهما الصديقين. Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение. Я помню, как мы с вами здесь встречались полтора года назад. Наметили определенные планы развития наших межгосударственных отношений. وحددنا بعض الآفاق لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. Несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике, тем не менее мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы сотрудничества. وعلى الرغم من الصعوبات التي تشهدها الاقتصاد العالمي، نحن نواصل الجهود من أجل خلق أليات التعاون الثنائي. Бахрейн является нашим важным партнером в заливе, да, и на всем Ближнем Востоке. Мы очень рады видеть наших друзей, иметь возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и поговорить о ситуации в мире и, прежде всего, конечно, в регионе. Добро пожаловать. Благодарю господина президента за его приглашение. Это очень важная, хорошая возможность для того, чтобы поговорить, обменяться точки зрения. بتعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة. вопрос касающийся дальнейшего укрепления двусторонних отношений и общих интересов. ولا شك الوضع في الشرق الأوسط وفي العالم. и также обсудить вопросы связанные с Ближним Востоком и Востоком. بالنسبة للأوضاع الاقتصادية هي ربما تكون غير حقيقية. لأن الدول ممكن أن تتجاوز أمورها الاقتصادية بالتعاون. что касается проблем ситуации в сфере экономики, то может быть не видим не до конца всю полноту картины, как с помощью сотрудничества все страны могут совместно преодолеть имеющиеся трудности. وإحنا على استعداد أن نتعاون مع روسيا بفضل قيادة فخامة الرئيس. и поэтому мы готовы сотрудничать с Россией под руководством. هذا شعور جميع أهل البحرين. и это общий настрой всех стран. شكرا لكم. وأكد جلالة العاهل المفدى حرص مملكة البحرين على تطوير تعاونها الثنائي مع جمهورية روسيا الاتحادية لبناء مستقبل أفضل للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من المجالات. وأعرب جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين عن ارتياحهما للمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الروسية وتطلعهما إلى المزيد من التعاون البناء وتبادل زيارات المسؤولين في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة خاصة في المجالات المختلفة الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية. كما بحث جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلم العالميين وصون الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب. وقد أشاد جلالة الملك المفدى في تصريح عقب الاجتماع بتطور علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وأضاف حفظه الله قائلاً:
نود الإعراب عن سعادتنا البالغة بزيارة روسيا الصديقة لمواصلة ما رسخناه في زيارات سابقة من دعائم قوية وما بذلناه من جهود مشتركة لتطوير مختلف أوجه التعاون بيننا والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة لآفاق أكثر رحابة وتنوعا لتكون علاقاتنا علاقات استراتيجية حقيقية وصحية قائمة على أسس قوية وصلبة، وخاصة في ظل ما تشهده هذه العلاقات من تطور ملموس على الأصعدة كافة، بما يؤكد التوجه المشترك نحو تعميق أطر التعاون البناء في مختلف المجالات، وخاصة من خلال التعاون في القطاعات مثل قطاع الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة. كما أن زيارتنا هذا تعكس سياستنا الثابتة على الانفتاح على العالم والتعاون مع دوله وتكتلاته والتلاقي والتشاور المتواصل مع أصدقائنا الذين يتقاسمون معنا الآمال والتطلعات ويؤمنون بضرورة التنسيق والتعاون والتكامل من أجل تأمين حياة آمنة ومستقرة لكافة الشعوب والمجتمعات والتغلب على ما يواجهها من أزمات وتحديات، ويضمن إقامة علاقات متنوعة ومتشعبة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين مختلف دول العالم. هذا وقد حضر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله حفل الغداء الذي أقامه فخامة الرئيس الروسي تكريما لجلالته بمناسبة زيارته لروسيا الاتحادية، وذلك بالمقر الرئاسي بمدينة سوتشي. حضره الوفد المرافق لجلالة الملك المفدى وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية. بعد ذلك تبادل حضرة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس الروسي الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، حيث أهدى جلالة الملك المفدى فخامة الرئيس الروسي سيفا عربيا النصر المزين باللؤلؤ البحريني الطبيعي، فيما أهدى فخامة الرئيس الروسي جلالة الملك المفدى خيل حاجبيك وهو من سلالة أخالتك ينسكي والمولود في عام 2012، وقد أحرز مرارا لقب بطولة العالم بسلالته وبطل العالم لعام 2015 وبطل العالم بلا منازع لعام 2014 وبطل العالم ضمن نطاق الخيول الشابة لعام 2014.